كل فترة فورتنايت بتعمل حاجة بتغير بيها حاجات كتيرة جدا في عالم الجيمنج. يعني الأيام الأخيرة هم نشروا حاجة جميلة جدا وهو أنريل إيديتور في فورتنايت. ده بمعنى إيه بقى؟ برنامج جنب فورتنايت بتعمل فيه جيمز، الجيمز دي بتشهرها جوه فورتنايت كأنك بالظبط مثلا بتلعب ريبلوكس فورتنايت. هتبقى نفس الحكاية، تخش جوه فورتنايت، سيبك بقى من مسألة الباتل رويال والجو دوت، هتخش جوه فورتنايت نفسها هتلاقي فيه ألعاب كتيرة جدا كاستم جيم الناس عاملاها تقدر الناس تلعبها. ممكن تلاقي مثلا ألعاب رعب، ممكن تلاقي مثلا ألعاب كوب، ممكن تلاقي مثلا ألعاب اف بي اس. فالموضوع هيبقى مختلف يعني. وعملوا حاجه تانية ان 40% من الدخل اللي جاي لفورتنايت هيروح للكرييتور او الناس اللي هم الديفلوبر او المطورين اللي هيكريتوا الالعاب ديت. بمعنى لو انت مثلا عملت لعبه واللعبه دي موجوده جوه فورتنايت وفي ناس كتيره بتلعب اللعبه ديت واللعبه دي بقت مشهوره جدا جوه، فانت هيجي لك جزء من الدخل بتاع فورتنايت. فتخيلوا بقى ان في خلال السنه اللي جايه دي كميه الالعاب اللي ممكن تلاقوها جوه فورتنايت. اللعبه اصلا مجانيه، فانت هتنزلها مش مجرد انت عايز تلعب باتل رويال، لا انت هتخش هتلاقي فيها العاب كتيره جدا. كل يوم بقى بتلاقي فيها حاجات تانية مختلفه، يعني اللي هو ريبلوكس بس بانريل انجن. تخيل بقى الموضوع هيبقى عامل ازاي. فاللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هي العاب نزلتها ايبك كنوع من انواع التجربه، فهنجربها مع بعض. فلو عجبك الفيديو وحابين تبقوا تشوفوا حاجه زي كده تاني، يعني ريت لايك الفيديو وسبسكرايب، ومش هتعرفوا اكتر من كده انا هسيبكم ان انتوا تستمتعوا بالفيديو. بصوا المبا الاولانيه انا نسيت اسمها ايه. لا اسمها فورست جارديان. جو تحس ان انت بتلعب ايلدن رينج في نفسك قوي. انا عليت السيتنج على اعلى حاجه عشان نشوف الجو هيبقى عامل ازاي. بس اللايتنج والجو تحس ان انت ايلدن رينج دارك سول، عارف؟ في حاجة عدت كده عرفتها؟ ما اعرف ما اعرف. خش على بعده. بس الجرافيكس جامد. اوكي. ده الحاجات اللي هي في باتل رويال. ايه ده ايه ده؟ خد يا اسطى. ايه ده؟ وان شوت كيل. ايزي. هي بس الووتر فول مش مفهوم. اوكي شكلها بوابه. خش على بعده. ايه الرينج كان فيها حته هنا اللي هو لما جيت مره مش عارف تقريبا بتقعد هنا وفي واحده تقريبا يعني بتطلب منك كذا حاجه تعملها حاجه زي كده. ايه يا برو عمي؟ انا فاكر حاجه زي كده كانت على بوابه تقريبا في اول اللعبه خالص. طبعا انا خرجت اصلا من ايلدن رينج ما حبيتش ان انا اكملها عشان الضحك اللي كان بيحصل فيها. ايه بقى؟ ايه؟ ده التنين ده. صدق عايز اتفرج على دهوبة الجزء الثاني. الو في سيف معايا. ويت. طبعا ان انا هريح تقريبا فدول اغبيه بزياده. هل ينفع اتشارج السيف ده ولا ولا ايه يا ابو عمو؟ جامد. ربيت سنانك. ايه ايه؟ جبان. ما عليك. النبي حلو. فورتنايت شكلها هتبقى عامله زي جاريز مود وروبلوكس، عارف انت، وماين كرافت، بس النسخه اللي هي الناس بتعمل مودات ومبات انت تخش بقى تعيش حياتك زي ما انت عايز. اوكي الماب اللي بعدها اسمها ذا سبيس انسايد. بس هي المنظر من بره ما تحسش ان يعني تحس ان الجو هنا هيبقى رعب تقريبا. يبقى رعب ولا ايه؟ يعني هو الصوره من بره تحس في سبيس وحاجات ولا بيسوي دوت. حاجات جميلة. افتح عماد. في لايت. افتح. اخدنا كي؟ اخدنا كي. اوكي المزيكا والجو جامد. افتح افتح افتح. ربنا يبارك. الله الله. اللي بيخاف يطلع بره. ايه اللي بيخاف يطلع بره؟ تصدق وحشنا ده موضوع الالعاب الرعب دي. ده في
بتاعي هنا بس معمول ولا ازاز. افتح بقى. اوه بيستول. ها some lights reading perhaps. ايه اللي perhaps some light reading perhaps reading perhaps reading perhaps. برنس. في حاجة تانية ممكن ناخدها طيب ولا شكرا كده بارك الله فيك. ايه ده؟ اوبا تراب. او نفتح دي عامة. كان بودي نقع معاكم بس انا مش عايز باي. اوكي الكشافة رمى. جميل جدا. نقف هنا. حلو الجو. الجو تحس ان انت بتلعب سوبر مينيوم. جامده جدا. عارف انت كانها اسكيب روم في بعضيها قوي. دور لوكت. والله ما علينا. اوبن. بيقول ان الماسوره مفقوده مش موجوده. طب وينها؟ الماسوره موجوده ممكن نركبها. اوكي. ده في قفل على البيبان. واحد اثنين ثلاثة. اي مواسير هنا؟ اه في مواسير. ليتس جو. صلح دي ويلا بينا. فتحنا التانية. مينتننس صيانة. ده اخر بوابة؟ صح كده؟ حلو جو البازلز ده. فتحنا اي حاجة؟ افتح بقى افتح. يا رب ربنا يبارك. بيستول معانا؟ حلو المزيكا. فتحنا الباب اللي هو اصلا كنا اوريدي نازلين عنده اول مرة. فأي حاجة ممكن نعملها؟ الجو لا جامد. اللايتنج والريتريسنج اللي معمول في البتاع دوت جميل جدا. ما ينفعش ان انا اسلايد؟ ما ينفعش. دي بازل تانية ولا اي حاجة. اوكي جامد. ليتس جو. هيرس ليرسون برضو؟ ما ينفعش ان انا اجري؟ ما ينفعش. انا بس على على البتاعة دي وخلاص. على البلاتفورم دي. هي سوبر مينيو. احنا كنا لعبنا كذا حاجة زي كده قبل كده. حاجة زي باك روم والجو ده. انا بقول لك ايه فورتنايت الايام اللي جايه وضع ان هي انت هتدخل بعد كده هتلاقي بقى حاجات كتيره جدا. وانا لو انتوا في مبات انتوا كنتوا لعبتوها وجربتوها ولا حاجه اكتبوا لي ده في الكومنتات ممكن نبقى نجربها الايام اللي جايه. ايه اللي جوه؟ تقريبا في بوابه هناك بتتفتح. فاكر البتاع ده ممكن ينزل ولا حاجة. ما علينا. قفزة. حلوة. أنا كل ما ألعب على ألعاب زي كده أفتكر فيلم ذا كيوب. محدش بيلعبه عشان محدش يتفرج عليه عشان فيلم يعني هيجيب لك اكتئاب نفسي. بس كان نفس الحكاية. ناس برضك محبوسين كده وبيحاولوا إن هم يخرجوا من مكعب. كانوا محبوسين في مكعب. يخرجوا من مكعب لمكعب تاني. والمكعبات دي فيها يعني اوض والاوض دي فيها ترابات. احنا فين؟ احنا فرست. فرست في ضحك هنا. فرست دي اللي هي كانت في كول اوف ديوتي. الله عليك. فرست دي اللي هي في كول اوف ديوتي. مابا كده في كول اوف ديوتي اتعملت في فورتنايت. بنلعب دومينيشن. اوكي. واحد بقى واقف فوق فوق. حلو السلاح ده. ما بعرف قنابل يا عم.
ربيت القلشة. خلينا نخش على بي. ماشي المود هو 6 ضد 6. اوكي لو مات. حلو السلاح ده. I like it. 6 ضد 6 بقى، بس لو دخلت مع تيم كويس بصراحة هتنبسط. ما دخلت مع جيم مع تيم تعبان هتتبهدل يعني. احنا خدنا النقطة. السلاح ده جامد. أخيرا لقيت له داوت جامد. بصوا فيكتور لسه ما عملناش أي حاجة. التيم بتاعنا أخدها في لوبس 3. شكرا. المود دوت بس يعني تكسب فيه مش مسألة الكلات، هي الكابشر. فرحتي انت عامل كلات بس انت ما بتعملش كابشن، انت خسرت. شكرا. اهم حاجه بقى يكون التيم بتاعك بقى فاهم هو ايه اللي احنا المفروض بنكابشن يعني، عشان بيبقى الموضوع مسخره شويه، مش حد بيبقى مركز في اللي بيحصل بالظبط. واحد تاني اهي. اوكي انا ممكن العب سكاوت هنا مع نفسي ادام انا معايا اللي هو دراجانوف دوت. ايه ده دوب في اخر المابا دامونيشن. بص بقى الدامونيشن هوب نكسب على طول. بس هي الفكره ان انت لو يعني فريقك فاهم هتنبسط بصراحه في المود ده. ايه زي كل اوف ديوتي. ايه ده فيها؟ بس هي تعتبر زي كل اوف ديوتي، عارف انت اللي هو نفس الحكايه. لو العيال فاهمه خلاص قشطه هيبقى الجيم ظريف. ايه ده فيه؟ ما لحقتش انا انا كنت بحاول استوعب ايه الكرتون ده. في كرتون جوه في البتاع. في توم اند جيري كان قاعد معانا هنا مش مفهوم من مره. ايه؟ معانا يا اخوان. فيكتوري. يا نهار ابيض على اخر لحظة. ايوه بقى يلا بقى. بس بقى كام شريط. ما عنديش اي فكرة ايه اللي حصل بالظبط، بس في حاجة حصلت. حاجة جميلة حصلت. يا ولاد الذين الاقل عاملين كام؟ بص بص وكل جيم بيبقى بستايل مختلف. بوي. واحد يقف بقى بعيد عن النقطة نفسها. تريبيت ونغير مكاننا عشان الاسبان الجميل جدا هنا مش مفهوم. ايه بات يلا حلو دي مرة. ايه الواد عامل جليتش قاعد جوه. بص بقى الراوند التاني توكسيك، ناس تانية بتلعب معانا. بص العيال كانت قاعدة هنا. يلا بقى توكسيك بتوكسيك يلا بينا. ده موست توكسيك ملي يو كان سي ماي دي فريندز. الواد مش عارف البتاع عامله هيك جليتش اصلا. ده بقول لك ايه، ان حتى القنابل اللي بتتحذف ما بتاثرش فيا. المود الاخير دوت توكسيك بزياده يعني. لو انت بتلعب مع ناس فاهمه هتستريح، لو انت بتلعب مع ناس مش فاهمه لا يعني هتتبهدل يعني. وده بالظبط كانك بتلعب كول اوف ديوتي، هي نفس الحكايه يعني. فعامه يعني لو انتوا في خرائط عايزين ان احنا نجربها يعني وكده في الايام اللي جايه فاكتبوا لي دوت في الكومنتات. وعامه يعني ارمون عجبكم لايك الفيديو، هنشوف فيديوهات ثانيه من مختلفه او حتى من فورتنايت يعني. اتاكدوا لايك وسبسكرايب وشوفوا الفيديو الجاي. سلام.